دايما مبروك للنادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته واكيد جهاز فني واللعيبه وفوز مستحق وتاهل مستحق، وان شاء الله نبارك بقى في النهائي ان شاء الله رب العالمين، لان الفريق ده يستحق يفوز بالبطوله السنه دي. التاهل كان يعني شبه مضمون بغض النظر عن بعض اراء الناس الثانيه على اساس يعني دي كره القدم، لكن 2-0 كانت في المغرب كانت نتيجه صعبه جدا مع منافس انت اقوى منه في كل الخطوط وفي كل الحالات انت احسن منه بكتير، لكن قاعد في بعض الناس كده برضو بقى ايه قلقانين، يعني اللي هو مش عايز يفرح برضو مدي سنه قلق يعني، بس ده حاجه على فكره قلق ايجابي مش قلق وحش. النادي الاهلي النهارده دخل المباراه باريحيه 2-0 وتسيد المباراه زي ما بقول لك ايمن من البدايه لحد النهايه. صحيح. يمكن الشوط الثاني مش في حلاوته الاول، وده طبيعي على فكره ما فيهوش اي مشكله خالص. مزبوط. ممكن هبوط الاداء شويه نتيجه 2-0، الامور بقت اهدى بكتير اول النادي الاهلي مع طبعا مقاومه ضعيفه جدا لفريق الوداد، لكن في كل الاحوال فريق الوداد كان قوي او مش قوي انت بتتكلم على الفريق الاقوى، فريق متحكم في ريتم المباراه، فريق المنتش كويس قوي دفاعيا هجوميا، شكل النادي الاهلي غير خالص الفتره اللي فاتت. فوز مستحق وتقهر مستحق وزي ما بقول لك ايمن ما كانش عندي شك ان كان ممكن تحصل مفاجات كره القدم، لان في معطيات مش موجوده اساسا. صحيح. يعني لكن صحيح. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته، وان شاء الله يا رب كده نبارك في النهائي يا رب ان شاء الله. كابتن اسامه الف مبروك للنادي الاهلي، اداء ولا اروع. الحمد لله فوز سهل ومستحق، مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي للجهاز الفني والاداري والطبي واللاعبين كل من ينتمي لمنظومه النادي الاهلي، وطبعا اولا وقبل كل شيء للجماهير اللي هي اساس كره القدم واللي الناس بتلعب لها يعني. مبروك ليهم، وان شاء الله على موعد بقى يوم 6 ان شاء الله في النهائي ان شاء الله نحقق البطوله ان شاء الله. النادي الاهلي يعني كمل المباراه اللي فاتت في 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 الرباط في المغرب، كسب هناك 2-0 بجداره واستحقاق وبسهوله، وايضا اضاف النهارده 3 اهداف بكل سهوله واريحيه، وكانت النتيجه كمان ممكن تتضاعف ويبقى فوز. وطبعا بدايه الفوز وصلنا للنهائي وده المهم، لكن كمان كان ممكن نحقق رقم قياسي في عدد الاهداف. اداء رائع ومميز، ويمكن بالذات في فترات الشوط الاول، في معظم فترات الشوط الاولاني، الشوط الثاني شويه اهدى، حصلت تغييرات كثيره لما نيجي نتكلم عليها، لكن النادي الاهلي كان ممكن يضيف اهداف ثاني، ولكن في النهايه زي ما بقول انه اهم حاجه ان احنا وصلنا النهائي، وان شاء الله اللعيبه تبقى على قد المسؤوليه وتحقق حلم الجماهير اللي هو منتظراه من 2013 يعني. يا رب ان شاء الله. كابتن عادل الف مبروك للنادي الاهلي وعقبال الكاس البطوله ان شاء الله. الف مبروك طبعا، يعني اداء يعني يدعو للفخر، وفخر لكل واحد بينتمي للمكان. والنهارده عندنا يعني حاجات كتير، وجبات دسمه في الكوره وحاجات كتير جدا في الكوره، ولكن انا عايز اروح لحته بره الكوره شويه. عايز اقول ان في ناس كتير قوي بتدفع فلوس عشان تنتمي للمكان، وناس كتير، انا ما بحبش اتكلم في النقطه دي، بس ناس كتير جريت ورا الفلوس عشان تسيب المكان. اللحظات دي هي اللحظات اللي كل واحد بيتمنى ان يبقى جزء من المكان، يبقى جزء من الكيان. لحظات المكسب ولحظات الفخر دي، حتى لو انت مش بتلعب، حتى لو انت مش بتأدي، بتتمنى ان انت تبقى منتمي للكيان ده. صحيح. اداء يدعو للفخر بصراحه، فخر. انا يعني واحد من الناس فخور ان انا بنتمي النهارده. يعني طول عمرنا بنفتخر، ولكن النهارده اداء جميل يخلي الناس كلها تقول دي فرقتي. صحيح. انا اقول انا جزء من المنظومه دي، شغال في قناه الاهلي، بشجع جمهور من جمهور الاهلي، فدي حاجه من الحاجات برضو الجميله اللي تخليك النهارده وانت بتتفرج تبقى مبسوط ومستمتع. الناس كلها بتأدي بشكل كويس، الحاجه الغريبه الصغيره بتبان، الحاجه اللي بره المنظومه او الحاجه اللي مش ماشيه مع المنظومه بتبان شكلها. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجمهوره، مبروك لكل الناس اللي بتنتمي للنادي الاهلي، واتمنى ان احنا نكمل ده في الفاينل، ان احنا بالاداء ده نستحق باذن يعني. انا من الناس اللي قبل المباراتين ما كنتش، مش هقول متفائل، ولكن
كنت متخوف جدا من ادائنا ما قبل من بعد عودتنا من الكورونا، ولكن بعد مباراه المقاولين وامبي وبيراميدز وماتشين النهارده لا حاجه تدعو الفخر. الخمس مباريات اداء مميز، ويوم بعد يوم الاداء بيزيد، المستوى بيرتفع يوم بعد يوم الاداء بيزيد بصراحه، وفنيا بتلاقي حاجات كتير تتكلم فيها لما صحيح. نيجي نتكلم فيها فنيا هنتكلم فيها صحيح. ان شاء الله. بس مبروك للنادي الاهلي، مبروك لكل الناس، مجلس اداره والجمهور والعاملين في القناه كلهم وكل الناس، اي حد بينتمي للنادي الاهلي يعني الف مبروك النهارده. صحيح كابتن هاني، الف مبروك للنادي الاهلي، وزي ما قلنا عقبال نهائي البطوله ان شاء الله. طبعا مبروك يا كابتن، مبروك للنادي الاهلي وصوله لنهائي افريقيا بعد موسم شاق، يعني موسم طويل جدا وموسم مليان مشاكل وموسم مليان اصابات وناس مشيت وناس تيجي، ويعني النادي الاهلي السنه دي انا شايف ان البطوله دي لها طعم خاص، يعني النادي الاهلي ان شاء الله يحقق البطوله دي يبقى ليها شكل خاص وطعم خاص، لان اللعيبه فعلا تعبت جامد. يعني حتى احنا لما النادي الاهلي خد بطوله الدوري برده اتكلمت وقلت نفس الكلام ده، اي بطوله اللعيبه دي هتاخدها السنه دي هيبقى ليها طعم مختلف غير اي بطوله. اللعيبه احنا زي ما احنا شايفين اللعيبه يعني النهارده عوده الروح بالنسبه للنادي الاهلي حقيقه، لان احنا الروح دي كنا مفتقدينها بدايه من بعد كورونا، يعني مع مستر فيرا كان موجود كان الاداء الاداء كل حاجه كويس وكل حاجه، لكن الروح ما كانتش موجوده. الراجل موسيماني من ساعه ما جه، وده اللي انا اتكلمت فيه، حته التعامل النفسي مع اللعيبه وازاي ان انت ترجع شخصيه البطل للعيبه دي وللنادي الاهلي، فدي بانت النهارده في المباراه الماتش اللي فات والمباراه دي، هي دي شخصيه البطل، هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي اللي بيلعب على بطولات، هو ده النادي الاهلي اللي المفروض ان هو اي بطوله بيدخلها بينافس عليها، و 99% المفروض لازم ان هو يحققها. النهارده اللعيبه اللي شفناهم في الملعب النهارده دول هي دي ولاد النادي الاهلي، مع ان يعني انت لو جيت تحسب يا كابتن ايمن تشوف كم واحد في اللعيبه اللي موجوده خد بطوله افريقيا، تقريبا مفيش غير احمد فتحي ووليد سليمان واحمد فتحي تقريبا، في لعيب كمان بس مش متذكره، لكن عايز اقول ان اللعيبه دي عندها فرصة كبيرة جدا 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 ان انت تاخد بطولة هتبقى غالية جدا على جماهير النادي الاهلي. بعد من 2013 لحد دلوقتي تتكلم في 6 او 7 سنين البطولة غايبة بقالها فترة كبيرة، وموسيماني نفس الكلام المدير الفني النادي الاهلي، البطولة دي لو خدها مع النادي الاهلي هتفرق معاه كليا، لان دي بطولة مهمة للنادي الاهلي ومهمة ليه برضه. فان شاء الله باذن الله انا شايف ان قدامهم فرصة ذهبية ان هم يحرزوا البطولة دي، وان شاء الله انا متاكد ان شاء الله بالاداء ده وبالمستوى ده النادي الاهلي هيبقى جدير ان شاء الله، وهيبقى عندهم المسؤوليه وعندهم حته انت خلاص انت بتتكلم في ماتش واحد يا كابتن ايمن بالظبط، ماتش واحد هيغطي على المشاكل كلها اللي حصلت السنين اللي فاتت طول السنه قصدي. فانا شايف ان هي فرصه ذهبيه للعيبه ولازم يمسكوا فيها، وان شاء الله انا متاكد لو بالمستوى ده مع ان برده يعني بغض النظر عن مستوى الوداد، لان الوداد برده ده يعني الاداء ده اداء خادع، يعني نادي الوداد مع احترامي ليه برضو انت لو بتلاعب فرقه زي محترمه زي نادي الرجاء او نادي الزمالك هتلاقي الوضع مختلف كليا. لا هم اكيد فريق محترم بس بيمروا بظروف صعبه جدا. بالظبط انا قصدي على الظروف اللي بيمروا بيها لكن النهارده برضو انت لو بتلعب الزمالك او الرجاء في النهائي فالوضع هيبقى مختلف. صحيح. فاحنا طبعا من حقنا ان احنا نفرح، مفروض جماهير النادي الاهلي تفرح، لان بقالنا فتره ما فرحناش طبعا من ساعه الدوري، فدي انا شايف ان هي مسافه كبيره جدا، النادي الاهلي متعود ان هو يعني على طول بطولات، فان شاء الله باذن الله اتوقع ان شاء الله النهائي باذن الله يبقى النادي الاهلي يا رب ان شاء الله. خلي بالك